بركلات الترجيح. ألف ألف مبروك للنصر وحظ أوفر لفريق التعاون. نتابع الآن احتفالات لاعبي الفريق النصراوي في ملعب المباراة. كابتن خالد، نصر سوبر يحقق بطولة السوبر كمباراة بشكل عام. نصر أداء كان سوبر من وجهة نظري خلال كل شيء. خربه وليد، وليد عبد الله، هذا وليد ما في. ألف ألف مبروك للنصر، حظ أوفر للتعاون. النصر استحق البطولة، أو تكلم عن المباراة استحق، عطفا على ما حدث في التسعين دقيقة ومن ثم ضربات الترجيح مباراة أخرى. لكن النصر من وجهة نظري استحق البطولة، عطفا على الأداء، عطفا على الحالة البدنية، عطفا على تعدد المساطر، والأهم حمد الله كان وجهة نظري هو رجل المباراة بكل شيء، نجم المباراة، رجل المباراة.